السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنبدأ شغل على الأركاد وهنبدأ في الـ MEB لأن احنا كنا مع المعماري كتير، فخلينا نقول له فايل نيو وأقول له ابدأني ملف جديد. فبيقول لي التمبليت، تقدر تختار براوز تمبليت وتشوف أي تمبليت أنت عايز تبدأ شغل منه، وبيقول لك البروفايل. ممكن تلاقي هنا بقى في البروفايل حاجات الأركتكتشر، وتلاقي حاجات الـ MEB، وتلاقي حاجات الاستراكشر. يبقى كده برنامج الاركيكات مش بيشتغل معماري بس، لا بيشتغل كمان ام اي بي وبيشتغل كمان استراكشر. فانا هقول له ابدا لي بالام اي بي واقول له نيو، هلاقي ان القائمه هنا اتحولت ل ام اي بي زي الدكت زي البند تي الدبليو واي اي، كل الحاجات اللي احنا محتاجينها عشان نبدا رسم. وبعد كده بنلاقي الحاجات الخاصه ب البايب وحاجات خاصة بالكيبل. فهقول له مثلا ان انا هبدأ ارسم الضغط. بمجرد ان انا قلت له هبدأ ارسم الضغط ظهرت القائمة دي بحيث تساعدني في الرسم. طيب لو انا عايز اضيف بعض الادوات تبقى ظاهرة معايا، ممكن ادوس هنا رايت كليك واقول له ان انا عايز الام اي بي تول بار، فيبدأ يضيفها لي بالشكل دوت. او من ويندو تقدر تقول له تول بارس وتبدأ تختار الام اي بي. طيب لو انا كنت شغال على الاركتكشر وعايز احوله لام اي بي، هاجي هنا من الاوبشن واقول له ان انا عايز اخش على الورك انفايرمنت، وتقول له ان انا عايز اشتغل على الام اي بي او الاستراكشر او الاركتكشر، هيغيره لك كله. ممكن تدخل على ورك انفايرمنت فتلاقي هنا الاعدادات بتاع كل واحد فيهم، فتقدر ان انت تعملها تخصيص. اقول له اوكي وارجع تاني للضغط. لما تقول له ضغط بيبدا بقى يقول لك يعني على الليرات تتحط على اني لير الاعدادات اللي انت عايزها اني element وهكذا. وهنا بقى هيساعدك في ان انت تحدد الحاجات اللي انت هتشتغل بيها، المقاسات وكل الحاجات ديت. طيب هبدا ارسم، هتقدر تختار الضغط وتقدر تقول مثلا انت عايز تضيف ضغط هنا. الشكل دوت وتقدر تحدد السيستم اللي انت عايزه. طيب لو انت عايز تضيف مثلا كوع، هتختار الكوع وهتيجي هنا البند وهشوف الضغط وهدوس عليه. فبيقول انت عايز تخليها انهي اتجاه، ممكن تبقى لفوق او لتحت او يمين او شمال زي ما انت عايز بالشكل دوت. الضغط اهوت ونقدر احنا نعدل فيه زي ما احنا عايزين.